حان موعد الإقلاع قاصدين وجهة سياحية في إجازة العيد. مطار الكويت الدولي يشهد تهافتا للمسافرين لقضاء عطلة الصيف وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني لا تخلو من التسهيل على المغادرين. تلفزيون المجلس رصد حركة المسافرين في صالة المغادرين. السفر راح يكون محصور بعد رمضان، راح يكون فالسنة هذه الله يعيننا بعد رمضان راح يكون موسم السفر، كثافة الركاب راح تكون عالية، بس إن الحمد لله لو مثل ما تشوف عندنا بوابة دخول المسافرين سوينا بوابة جديدة، وضعنا خطة من خلال إنشاء فرق للموظفين، فرق إسناد، إن نحاول إن ننظم عملية انسيابية حركة الركاب. وحسب لغة الأرقام لهذا العام فإن 300 ألف مسافر غادروا البلاد عبر مطار الكويت الدولية. كنا نودع معاريسنا اللي توهم تزوجين ورايحين شهر العسل، ولله الحمد الأمور مستتبة والمطار كان منظم وكل شيء تمام، وما شاء الله الأمن موجود، العساكر والأمن المطار كله موجود. بعد رمضان الواحد يحب يرتاح، خاصة الجو حار، حاول يدور له ديرة قريبة مثل لبنان، يروح مثل القاهرة، اكو ناس تتجه الى لندن وياخذون اجازات الصيف هناك ان شاء الله. لكل وجهة هو موديها الى بلدان العالم السياحية لتعود الطيور المهاجرة فيما بعد الى احضان الكويت، ويتطلعون الى جعل الكويت بلدا سياحيا يغني الجميع عن السفر خارج البلاد. احمد المسعودي لتلفزيون المجلس.